السلام عليكم. المنتخب المغربي في المباراه الاخيره ضد خصمه جاب تعادل، وفي الشهر الماجي ان شاء الله غيكون مباراه مع فريق الغابون. خرجنا للتيران وسولنا الناس شنو هما التوقعات ديالهم لفريق المنتخب المغربي، نشوفوا. باش نجيك صراحه ونجيك فاز، الى لعبوا رجال ويموتوا معانا والله شي غير ربح. علاش؟ حيت عندنا افكتيف زوين، وبروج ولا رونار بغيتو يترجل معانا جوج حوايج، لعب لنا ولاد البلاد حيت هما اللي كيموتوا على البلاد. بروج ولا كنتوقع واحد 3-0 و جوج 0 و 3-0 كونتر الكابون، لكن لاعبين هنا ياك لاعبين هنا، دونك غنضربوهم بثلاثه جوج، والجمهور هو اللي غيدير معاهم مزيان. فيف المغرب وديما المغرب وكنموتوا على البلاد. غيخسر حقاش ما تيلعبوش مزيان، ما عندناش المدربين مزيان في المغرب. تيخسروا ديما مديرين لينا الدل المغاربه ديما. واشنو خصو يتبدل باش يوليو يربحوا؟ خاص مدرب، خاص اللعابه يكونوا مزيانين. علاش ما هما مزيانينش؟ ما كاينش مزيانين، كاع مزيانين تيديهم لبرا. عرفتوا تلعبوا نتوما العيالات مثلا؟ واه لعبوا مالا. لعبوا اه. ربحوا زعما؟ اه. ربحوا زعما؟ ربحوا ايه. يعني ما كاينش مشكل. حتى مشكل. ربحوا. واش نقول لكم؟ المغرب ما عندوش، مازال خاصو الدراري. خاصهم يلعبوا على النفس ويلعبوا على قميص ويلعبوا على الرايه، ماشي يلعبوا على الفلوس ولا على شي حاجه. المهم خاص الاستعدادات وخاص شويه، خاصو يدير شي تغيير في بحال هاد التغييرات. خاصو يعاود يشوف اللعابه المحليين اللي كاين هنا، ما يجيبش اجانب باش يكون واحد تفاهم. واحد جيبوا من فرنسا، واحد جيبوا من انجليز، واحد جيبوا من ايطاليا. لا خاصه كاين لعاب هنا في المغرب خاصو يشوفهم. هنا ان شاء الله غنضربوهم بخمسه، حيت المغرب حيت المغرب حيت المغرب حيت المغرب اوعر بلد افريقي في العالم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.